نلتقي الآن مستمعي الكرام مع قصة درس في الزراعة. كان يحيى يحب الزراعة كثيرا، وهي إحدى هواياته المفضلة إلى نفسه، والتي يمارسها يوميا بعد الانتهاء من واجباته المدرسية، حيث يقصد بستان والده الصغير، يقلم الأغصان وينثر البذار ويروي المزروعات. منذ فترة ذهب مع والده إلى أحد المشاتل الزراعية وأحضرا كمية من شتلات الطماطم، قاما بزراعتها وسقايتها. قال يحيى: أنا سأهتم بها وأراقب نموها. وكم كان سعيدا وهو يراها تكبر وترفع رأسها نحو الشمس. بعد مدة من الزمن، وحين شرفت الأغصان أن تعقد ثمار البندورة، بدأت الشتلات بالذبول، فانحنت السيقان ومالت الأوراق نحو الأرض. حزن يحيى ونقل مشاعره إلى أبيه مستغربا ما حصل. أنا لم أخسر بالعناية أو بالسقاية. اتجه الوالد نحو المساكب، انكب فوقها متفحصا، ثم رفع رأسه ليقول: لقد عرفت السبب. قال يحيى متلهفا: ما هو؟ قال الأب: لقد نبتت إلى جانب كل شتلة نبتة طفيلية، التفت حول ساقها وغرزت فيها أشوكا كالإبر، وأخذت تمتص غذاءها، لذا فقد ذبلت الشتلات ولم تقدر على الاستمرار في نموها الطبيعي. قال يحيى: ما اسم هذه النباتات الطفيلية يا أبي؟ فقال الأب: للطفيليات أسماء عديدة، لكن النوع الذي يلتف حول غراس الطماطم تحديدا اسمه الهالوك. قال يحيى: وكيف نستطيع القضاء على الهالوك؟ فقال الأب: بتعقيم التربة ورشها بالمبيدات المخصصة له قبل الزرع، وقد فاتنا أن نقوم بهذه العملية. قال يحيى: سأستفيد من هذه التجربة، فلا أدع الطفيليات المفسدة تقضي على إنتاجنا. فرح الأب باندفاع ابنه نحو الأمور المفيدة واهتمامه بالزراعة وتمضية وقت فراغه بهواية محببة. أكمل حديثه معه قائلا: بماذا تشبه هذه الأعشاب الضارة يا يحيى؟ فكر يحيى قليلا، ابتسم مجيبا: إنها كرفاق السوء تماما، يصاحبوننا ثم يسيئون إلينا. قال الأب: أحسنت، وكيف نتصرف تجاههم؟ فقال يحيى: نبتعد عنهم ونجنب أنفسنا أذاهم.